أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. أبناء مديرية في أبين يبدأون حملات نظافة لمناطقهم. الدفعة العاشرة من اللاجئين الصوماليين في اليمن يعودون إلى بلادهم. دولة عربية تفرض غرامة مالية على كل من يقف ويتفرج على حوادث المرور. الأردن يراقب جنود الشرطة عبر كاميرات في صدر كل جندي. أهلا بكم. ما زالت أحداث الصوت المسلح في فرع البنك الأهلي اليمني بعدن ترمي بظلالها على الشارع العام والأجهزة الأمنية، التي قال موقع عدن تايم إنها في حالة بحث وتحر عن المجموعة التي وصفها ضابط أمني رفيع بأنها مدربة وليست عصابة عشوائية أو حفنة بلطجية. وعزى الضابط الأمني وصول الجريمة إلى هذا المستوى في صرح حكومي إلى عوامل عدة، منها هشاشة النقاط الأمنية وضعف الوعي الأمني لدى أفرادها وعدم منحها الصلاحيات في توقيف وتفتيش أي قوة مسلحة تلقاها مركبات من دون أرقام عسكرية أو مدنية، ومساءلة كل من يستقلها ووجهتها. واعتبر بقاء كل المركبات والآليات العسكرية أو الأمنية أو المدنية دون لوحات أو أرقام قنابل موقوتة موزعة قابلة للانفجار. وأحداث الفوضى في العاصمة، وحمل وزارة الداخلية بدرجة رئيسية المسؤولية الكاملة عن هذه المهمة التي تطلع بها كل وزارة الداخلية العربية من المحيط إلى الخليج. موقع المصدر أونلاين يعلق حول اللاجئين الذين غامروا بحياتهم للوصول إلى اليمن، وحين وصلوا إليه لم يجدوه. وعنون الموقع: ترحيل الدفعة العاشرة من الصوماليين العالقين في اليمن إلى بلادهم. وقال الموقع إن المغادرين قضوا سنوات من أعمارهم في اليمن كلاجئين، وبحسب مصادر في مدينة عدن فإن الدفعة التي تم ترحيلها تضم 100 صومالي من اللاجئين الذين أصبحوا عالقين بفعل الاضطرابات التي تبعت مواجهات عسكرية طاحنة شهدتها المدينة في النصف الأول من عام 2015. وقال الموقع إن العائدين عبروا عن سعادتهم بالعودة إلى بلدهم، مؤكدين أنهم طواقين لبدء رحلة حياة جديدة في بلدهم لتحقيق الاستقرار النفسي والمعيشي. هرب طفل من حر صيف الحديدة، أو هرب طفل من حر صيف الحديدة إلى داخل ثلاجة تبريد الماء والعصائر. وقد وثقت ذلك صورة أظهرت الطفل مربيا داخل الثلاجة، وقد علق حول الصورة وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان في مقال نشره موقع قناة بلقيس. وقال الرويشان: في الحديدة تسلل الطفل إلى ثلاجة البوفية ونام دون علم أبيه، تمنى لو أنه يموت هنا وسط هذه الجنة الباردة. يكفي أن إخوانه يعانون سكرات الموت بلا كهرباء في المنزل تحت درجة حرارة تجاوزت 45. حين استلقى بجسده الناحل الصغير بين معلبات العصائر غرق في نوم لذيذ. في ثلاجة العصائر سقطت قارورة الماء على رأسه ولم يحس بها، كان غارقا في نومه وفي أحلامه. كان يحلم ببلاد بعيدة، بمدينة لا يحكمها انقلابيون مغبرون قساة كأنهم قدموا من كوكب آخر. كان الطفل الغارق في نومه يحلم بحديقة خضراء، بمدرسة نظيفة بيضاء، بلعبة أطفال ملونة. كان غارقا في أحلامه حين أيقظته أصوات مزعجة وسط البوفية الفارغة من أي سلعة سوى طبق بيض وعلبة جام فراولة يونانية منتهية. أرهف الطفل سمعه مرعوبا. كانت أصوات الحوثيين يريدون الضرائب، مهددين أباه ومتوعدين. تكور الطفل على نفسه مثل كرة مهترئة ممزقة، وهو يسمع أباه يقسم لهم أنه دفع الضرائب قبل أسبوع واحد فقط. أعطاهم الأب سند الدفع ولم يقتنعوا، قالوا له: لا نعرف لمن دفعت. أقسم لهم مرة أخرى وهو يغتسل بعرقه وخوفه
أنه لا يكاد يبيع شيئا وأنه حتى لم يسدد إيجار البوفية منذ أشهر. أقسم لهم أن أولاده الخمسة يعانون سكرات الموت بلا كهرباء تحت هجير حرارة تجاوزت 45 درجة. أقسم لهم وأقسم بلا جدوى، الحديدة تموت أيها الجباة البغاة، على الأقل أنجزوا كهرباء الحديدة أيها العاجزون الفاشلون، الحديدة تموت حقيقة لا مجاز يا فئران العمائر وثعالب الوظائف. في محافظة واحدة ارتكبت جماعة الحوثي 1135 جريمة وانتهاكا بحق المدنيين خلال النصف الأول من العام الجاري 2017. وفقا لتقرير أصدره المركز الإعلامي لمقاومة إب أورده موقع المشاهد نت، فقد ارتكبت الميليشيا 245 جريمة قتل وإصابة، وتنوعت بين 131 قتيلا و 114 جريحا. كما أقدمت الميليشيا على ارتكاب 373 جريمة اختطاف، وهجرت قصرا 170 أسرة من أبناء قرية الدهيمية بحزم العدين غرب إب. أما جرائم السطو فقد بلغت 55 جريمة اعتداء وسطو مسلح على ممتلكات عامة وخاصة واعتداء على مواطنين. أما محافظة عمران فيأخذنا إليها موقع الموقع بوست، والذي عنون في صفحته الرئيسية: ميليشيا الحوثي تقتل مواطنا وتصيب آخر وتحتمي بمدير أمن المحافظة. وقالت مصادر محلية لموقع بوست إن أفراد نقطة تابعين للميليشيات في قرية بيت الغزي بعزلة آل باحسين بمديرية خمر أقدمت على قتل مواطن وإصابة رفيقه. وبحسب المصادر فإن أفراد النقطة قاموا بقتل المواطن محمد علي صليح وجرح المواطن عادل عامر صليح، ثم لاذوا بالفرار خوفا من الأهالي الذين بدأوا بالتجمع في مسرح الجريمة. وأضافت المصادر أن مدير أمن المحافظة المعين من قبل الحوثيين أكد أن الجناة فروا إليه بعد ارتكابهم الجريمة أثناء علمهم أن الأهالي بدأوا بالاحتشاد في مكان الجريمة، وأمام إدارة أمن المديرية يطالبوا بالقصاص من القتلة وإزالة النقاط المستحدثة في المنطقة. ويتابع الموقع: تشهد محافظة عمران الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي فوضى وانفلاتا أمنيا كبيرا، وتمارس الميليشيا الاختطافات والتنكيل بحق المواطنين المناوئين لها. العائدون إليهم، تحت هذا العنوان كتب الأردني خيري منصور مقاله المنشور في القدس العربي. حين يقول الشاعر محمد الماغوط في إحدى قصائده المشبعة بالعصيان على تعاليم القبيلة وطقوس القطيع: ما من قوة في العالم تجبرني على أن أحب ما لا أحب وأكره ما لا أكره ما دام هناك تبغ ورصيف، فإن هذا الرهان الوجودي يعني أمرين معا، أولهما الشعور بالاستغناء أو الاكتفاء، وثانيهما الحذر من فقدان الذات وتلاشيها في كيانات أخرى، ليس لأن الآخر جحيم كما يقول سارتر في مسرحية الحلقة المفرغة، بل هو آخر وكفى، أي له حدوده ومطالبه وشروطه للتواصل معه من خلال التأقلم مع خصائصه وضبط الخطوات على إيقاع موسيقاه. والعودة إلى الذات ليست انسحابا أو استقالة من المجتمع، فالعائد إلى ذاته قد يكتشف أخيرا ما اكتشفه هنري باربوس في رواية الجحيم، وهو أن البشرية كلها في داخله، أو ما قاله بيرديائيف في كتابه العزلة والمجتمع، وهو أن العائد إلى ذاته هو العائد إلى الإنسان ليكون ذاته والآخرين معا في اللحظة ذاتها. إن مصطلحات كالاغتراب والاستلاب وما يرادفها ليست سوى إيحاءات بالانفصال وإفرازات الشيزوفرينيا، حين يضطر الإنسان إلى ارتداء أقنعة تحجب ذاته الحقيقية. وحين قرأت وصايا الشاعر ريلكا لشاعر شاب استوقفتني منها تلك الوصية التي تطالب المبدع بإفراغ معظم ما في جعبته قبل أن يتورط بالشهرة، لأنه عندئذ سيكتب ما ينتظره الآخرون منه. أبناء مديرية أو أبناء إحدى مديريات أبين لم ينتظروا حتى يأتي من ينظف مركز مدينتهم، وعنون موقع عدن الغد: مواطنون في مديرية المحفد يقومون بحملة طوعية لتنظيف سوق المدينة. وقال الموقع أنه من منطلق النظافة وبأنها واجب ديني ووطني، قام عدد من أبناء مديرية المحفد بمحافظة أبين
بحملة تنظيف لسوق المدينة بمشاركة الشباب وكبار السن ومسؤولين وقيادات في المديرية. وقال الموقع أن الأهالي كانوا يخشون أنه ومع ازدياد تراكم القمامات والمخلفات المنتشرة بشكل كبير في الأسواق وغيرها تنتشر معها الأوبئة الخطيرة. ومن الصفحة الأولى لصفحة أخبار اليوم نقرأ لكم بعض العناوين. عدن، القبض على عصابة مخدرات تقودها امرأة في التواهي. ومن العناوين أيضا تقرير أمريكي يكشف عن توجه لعمليات حظر بحري في اليمن ذات فعالية أكثر لعرقلة تهريب الأسلحة الإيرانية. ومن تعز عنوان القوات الحكومية تحكم سيطرتها على تبة القناصين في الكدحة. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. عدن وتعز، فوضى الجماعات المسلحة في مناطق التحالف والشرعية، هكذا تصف صحيفة العرب الجديد الحال الذي وصلت إليه مدينتا تعز وعدن. وقالت الصحيفة: تحولت بعض شوارع تعز إلى ساحة اشتباكات بين فصيلين من فصائل المقاومة الشعبية والقوات الموالية للحكومة الشرعية، وذلك بعد يوم واحد من حادثة اقتحام فرع أحد المصارف الحكومية في مدينة عدن. وترى الصحيفة أن هذا الوضع يعكس حالة من الفوضى والتعقيدات الأمنية في المناطق التي تصفها الشرعية بالمحررة، وينظر إليها بعضهم باعتبارها أحد أوجه الفشل والإهمال من قبل التحالف. وعلقت الصحيفة حول أحداث العاصمة المؤقتة عدن: تكتظ بقوات عسكرية وأمنية مختلفة تأسست غالبيتها حديثا من مجموعات مسلحة تم استيعابها بقوات الجيش والأمن بعيدا عن المعايير العسكرية النظامية الفعلية. وتؤكد العرب الجديد أن التكوينات تعبر عن ولاءات لقيادات معدودة أو متعددة الأهواء ومن مناطق محددة للمكون هذا أو ذاك، وكل ذلك يعكس حجم التعقيدات والتحديات في المناطق التي توصف بالمحررة وتعكس أداء الحكومة الشرعية والتحالف من جهة أخرى. صادق مجلس النواب الأمريكي على تشكيل فرع جديد من الجيش أطلق عليه اسم كتيبة الفضاء، ستكلف بإدارة العمليات في الفضاء. وقالت صحيفة القدس العربي إن قانون الدفاع الوطني الذي أقره مجلس النواب يتضمن تعديلا ينص على تشكيل كتيبة الفضاء من خلال نقل وظائف يشرف عليها سلاح الجو الأمريكي حاليا إلى قيادة منفصلة. وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس كتب هذا في رسالة إلى نائب جمهوري في فترة نحاول فيها دمج مختلف الوظائف القتالية المشتركة للوزارة، لا أرغب في زيادة فرع منفصل سيفرض على الأرجح مقارنة ضيقة ومحددة أكثر للعمليات في الفضاء. كما أعربت وزيرة سلاح الجو هيذز ويلسون عن معارضتها للإجراء، إذ اعتبرت أنه سيدفعنا في الاتجاه الخاطئ وسيؤدي إلى إبطاء تقدمنا. وتتابع الصحيفة في الإجراء سلط الأضواء على اعتماد الجيش الكبير في معركته على تقنيات الفضاء بأجهزة النظام العالمي لتحديد الموقع GPS مدمجة في العديد من تجهيزات الجيش، كما تزود شبكة من الأقمار الاصطناعية الجيش بمعلومات حاسمة لمهامه. الجغرافيا السياسية المتغيرة للعاطفة الأوروبية، تحت هذا العنوان كتب مستشار رفيع في معهد مونتين في باريس دومينيك موسي مقاله المنشور في صحيفة الغد مضيفة: في الآونة الأخيرة ظهر مثلث جديد من العاطفة الجيوسياسية في أوروبا، فقد كفت بريطانيا العظمى عن الشعور بأنها أرفع مقاماً من فرنسا، وتوقفت فرنسا عن الشعور بأنها أقل مقاماً من ألمانيا. والسؤال الآن هو ما إذا كان هذا التحول العاطفي كفيلاً بإعادة ترتيب موازين القوى في أوروبا وربما العالم في نهاية المطاف؟ الواقع أن التطورات الجارية حالياً في بريطانيا وفرنسا حاسمة،
ويبقى أن نرى كيف قد يصلح البريطانيون الضرر الذي يلحقونه بأنفسهم من خلال مستنقع الخروج من الاتحاد الأوروبي. وما يزال من غير الواضح ما إذا كان الفرنسيون قادرون على تسخير الطاقة القوية والإيجابية التي تشع من رئيسهم الجديد إيمانويل ماكرون لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة. ولكن حتى في حين تتواصل هذه الشكوك، ينخرط كل من البلدين في تحول عاطفي مجموعه صفر ومن المستحيل تجاهله. ففي الماضي كان المسافر من باريس إلى لندن يستشعر بسهولة الفارق بين المدينتين، فكانت لندن تتفجر بالدينامية والنشاط وتفخر بتأكيد ذاتها بوصفها عاصمة العالم للتعددية الثقافية. أما باريس فكانت على الرغم من كونها أكثر جمالاً على نحو لا يمكن إنكاره، عرضة لخطر التحول إلى روما جديدة سجينة ماضيها المجيد، فكانت مكاناً للزيارة في أفضل التقدير، ولكنها لم تكن مكاناً يصلح للإقامة. واليوم انتزعت الثقة من بريطانيا بفعل الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والإرهاب وعدم اليقين بشأن مستقبل البلاد. وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أنه في حين يتمسك أولئك الذين صوتوا لصالح الخروج البريطاني بقرارهم، فإن المشاعر المناهضة للاتحاد الأوروبي تراجعت وانحسرت إرادة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. في أكثر الأخبار المنوعة تداولاً، ما جاء في جريدتك اليوم والتي عنونت كاميرات لمراقبة سلوك الشرطة في الأردن، حيث أعلنت مديرية الأمن العام الأردني تزويد الشرطة بكاميرات رقمية عالية الجودة قادرة على تسجيل الصوت والصورة بهدف مراقبة أسلوب تعامل عناصرها مع المواطنين. وقالت المديرية في بيان إن الكاميرات صغيرة الحجم ويتم وضعها على صدور أو أكتاف عناصر الشرطة الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين. وأوضحت أن الهدف من الكاميرات مراقبة أسلوب عناصر الشرطة في التعامل مع المواطنين وقياس مدى الشفافية والحيادية ومدى التزام رجال الشرطة بالتعليمات، فضلا عن الحد من الاحتكاكات التي تحدث أحيانا بين الطرفين. أما في الإمارات فقد دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة المواطنين لعدم التجمهر في مواقع الأحداث بصورة عامة في الشوارع، سواء في الحوادث المرورية أم الحرائق أو أي مشكلة ما. وقالت الصحيفة إنه يتم معاقبة كل من يقف لمشاهدة حادث مروري أو حريق بدفع 1000 درهم. وتضيف الصحيفة وجود مادة قانونية من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور لمعاقبة الفضوليين في المواقع. وقال محمد علاي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة أن دور الأهالي يتوقف عند الإبلاغ عن الحادثة، وهو أمر مهم جدا في سرعة تنفيذه، وقد يطلب من البعض التدخل لمعاونة رجال الشرطة إذا تطلب الأمر، كالاستعانة بطبيب مثلا إذا وجد بالصدفة في هذا الموقع. أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، تحت هذا العنوان كتب جاكسون ديل مقاله الذي أعادت الحياة نشره. لنتابع. يواجه أكثر من 1,000,000 طفل خطر المجاعة في 4 دول، و600,000 منهم قد يموتون في الأشهر 3 أو 4 المقبلة. ففي اليمن يصيب الجوع 17 مليون نسمة، وتصل المساعدات الغذائية إلى 3.3 ملايين نسمة فحسب، في وقت كان برنامج الأغذية العالمي يسعى إلى تأمين الغذاء ل6.8 ملايين شخص في الشهر الجاري. وتفشى وباء الكوليرا في اليمن وأصاب أكثر من 200,000 شخص إلى اليوم، ويصاب طفل بالكوليرا كل 35 ثانية. وعلى رغم هذه المآسي ثمة بعض التقدم في ولاية يونيتي في دولة جنوب السودان، حيث بلغت في مطلع العام عتبة المجاعة وفق معايير الأمم المتحدة. لم يعد ناقوس الخطر يدق بعد النجاح في تسليم حصص كبيرة من الغذاء. وفي الصومال عمليات الإغاثة أفضل مما كانت عليه في المجاعة السابقة في العام 2011. وعلى رغم التحسن هذا، لا تزال الأحوال في البلدين هذه مرعبة. وسيفتقر 50% من سكان جنوب السودان، أي نحو 6 ملايين نسمة، إلى الأمن الغذائي في الأسابيع المقبلة. وفي الصومال إذا غابت أمطار الربيع سينزلق البلد إلى مجاعة الشهر المقبل. وقد يضطر برنامج الأغذية العالمي إلى قطع المساعدات عن 700,000 صومالي في الأسابيع القليلة المقبلة
إذا لم يمد بالأموال. ديلي تيليغراف نشرت أهم الصور التي وثقتها عدسات حول العالم لمناظر مدهشة نتابعها في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير. We'll be right back.